أنا ربكم الأعلى. قالها الطاغية مخدوعا بغفلة جماهيره وإذعانها وانقيادها، فما يخدع الطغاة شيء ما تخدعهم غفلة الجماهير وذلتها وطاعتها وانقيادها. وما الطاغية إلا فرد لا يملك في الحقيقة قوة ولا سلطانة، إنما هي الجماهير الغافلة الذلول تمطي له ظهرها فيركب، وتمد له أعناقها فيجر، وتحني له رؤوسها فيستعلي، وتتنازل له عن حقها في العزة والكرامة فيطغى. والجماهير تفعل هذا مخدوعة من جهة وخائفة من جهة أخرى، وهذا الخوف لا ينبعث إلا من الوهم. فالطاغية وهو فرد لا يمكن أن يكون أقوى من الألوف أو الملايين لو أنها شعرت بإنسانيتها وكرامتها وعزتها وحريتها. وكل فرد من الجماهير هو كفء للطاغية من ناحية القوة، ولكن الطاغية يخدعها فيوهمها أنه يملك لها شيئا. وما يمكن أن يطغى فرد في أمة كريمة أبدا، وما يمكن أن يطغى فرد في أمة رشيدة أبدا، وما يمكن أن يطغى فرد في أمة تعرف ربها وتؤمن به وتأبى أن تتعبد لواحد من خلقه لا يملك لها ضراً ولا رشداً. فأما فرعون فوجد في قومه من الغفلة ومن الذلة ومن خواء القلب من الإيمان ما جرأ به على قول هذه الكلمة الكافرة الفاجرة: أنا ربكم الأعلى. وما كان ليقولها أبداً لو وجد أمة واعية كريمة مؤمنة تعرف أنه عبد ضعيف لا يقدر على شيء، وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذ من الذباب شيئا.